أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بعالم الكروشيه مع سلام. الفيديو اليوم خفيف وظريف، رح نشتغل مع بعض زينة، قطعة زينة نشتغلها على شكل قطة. مثل شايفين ظريفة جدا، رح نشتغلها بطريقة بسيطة كتير وسهلة كتير وخطوة بخطوة مثل ما تعودنا. طبعا فيكم تنفذوها بأي خيط متوفر عندكم أو أي خيط أنتم بتحتاجوه. الحجم، حجم القطعة رح يكون مناسب للخيط اللي انتو عم تستعملوه، يعني اذا بدكن اياها بحجم اكبر بستعملوا خيط اتخن، بدكن اياها بحجم اصغر بستعملوا خيط رفيع. خلونا نبتدي فورا بالتطبيب. نبتدي بسلسال من 11 غرزة. واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11. سلسال بإداش غرزة. بنلف الخيط على الإبرة مرتين، أول مرة وتاني مرة. من رابع غرزة، هي الأولى، تانية، تالتة، الرابعة، بشتغل عمود بلفتين. لاحظوا صار عندي أربع خيطان على الإبرة، مرر أول خيطين وبرجع بمرر تاني خيطين وتالت خيطين، برجع كمان بلف الخيط على الإبرة مرة تانية لأعمل عمود بلفتين بغرزة السلسلة اللي بعدها. مرر أول خيطين وتاني خيطين وهي تالت خيطين. نرجع منلف الخيط على الإبرة وبدي أشتغل ثلاث غرزات عمود بلفة، نروح على السلسلة اللي بعدها. هون أول خيطين وتاني خيطين، برجع بلف الخيط على الإبرة السلسلة اللي بعدها كمان أول خيطين وتاني خيطين وهي تالت عمود، كمان أول خيطين وتاني خيطين، برجع بلف الخيط على الإبرة بدي اشتغل نص عمود بغرزة السلسلة التالية. هون دخلنا الإبرة، ثلاث خيطان على الإبرة ناخدهم مع بعض بغرزة واحدة. الغرزة اللي بعدها هي غرزة حشو، يعني ما بلف الخيط على الإبرة فورا، بفوت بالغرزة بسحب الخيط وبشتغلهم بغرزة حشو. بيبقى عندي الغرزة السلسلة الأخيرة هاي. هون بدي ابتدي اشتغل الراس. بالأول ببتدي بغرزتين سلسلة، واحد، اثنين، بعدها بلف الخيط على الإبرة بشتغل أربع غرزات عمود بآخر سلسلة. هذا أول عمود، ورجع من نفس المكان، هذا تاني عمود من نفس المكان، تالت عمود من نفس المكان، هذا العمود الرابع. أربع غرزات عمود. بدي أشتغل ثلاث غرزات سلسلة، واحد، اثنين، ثلاثة، وبجي هون عند القاعدة هاي. هون بدي أعمل منزلقة حتى أعمل شكل عقدة، سحبت الخيط وجاي سحبته من الغرزة اللي على الإبرة وبرجع بشتغل كمان أربعة، برجع بشتغل ثلاثة عمود كمان من نفس الغرزة هاي، واحد، برجع بلف الخيط على الإبرة هاي، اثنين وهي ثلاثة، كمان بنشتغل ثلاث غرزات سلسلة، واحد، اثنين، ثلاثة، وفوت بالقاعدة هون، بعمل بسحب الخيط وبسحبه من الغرزة اللي على الإبرة حتى أعمل عقدة، رح سكر، أرجع أسحب الخيط لسكر الدائرة، وبدي أرجع أشتغل أربع غرزات عمود
بلفة. هاي أولى، هاي تانية، تالتة، هون الرابعة، وبرجع بشتغل غرزتين سلسلة، واحد اثنين. بهذا الشكل اشتغلنا الرأس، هاي رأس القطة. بدي ارجع بجسم القطة عند اول غرزة، هون بدي اشتغل غرزة الحشو، هاي غرزة حشو، بلف الخيط على الابرة اللي بعدها، هي غرزة نصف عمود، يعني ثلاث خيطان على الابرة باخدهم مع بعض. بعدها بدي اشتغل ثلاث غرزات عمود بلفة، هاي واحد، هاي اثنين، وهون ثلاثة. بلف الخيط على الابرة مرتين، وبدي اشتغل عمود بلفتين، يعني مرر اول خيطين وتاني خيطين وتالت خيطين. برجع كمان بلف الخيط على الابرة مرتين، وهون عند اخر غرزة كمان مرر ده اول خيطين وتاني خيطين وتالت خيطين. بشتغل ثلاث غرزات سلسلة، واحد اثنين ثلاثة، وبختمه بمنزلقة هون عند القاعدة، يعني عند السلسلة هون بهذا المكان. بدي فوت ابرتي واختم بمنزلقة. بهذا الشكل انهينا جسم القطة. بالنسبة للذيل رح اشتغل 10 غرزات سلسلة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. بترك أول خمس غرزات وبدي اشتغل بالسادسة، هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هي السادسة، وفوت فيها وبدي اشتغل خمس غرزات حشو. نسحب الخيط، هي أول غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها هي الثانية، هي الثالثة، الرابعة، وهي الغرزة الأخيرة واللي هي الخامسة. بعدها هون بنختم بمنزلقة، سحبت الخيط بهذا الشكل. بهذا الشكل قطتنا صارت جاهزة.